فبعد كده بعدين بعد ما طلعت فوق الكلاس كان يعتبر كنت لسه داخلة. علي صوتك يا هالة. علي بعدين صوتك. دخلت الكلاس كنت يعتبر كنت لسه داخلة. جت مس رشا. دخلتي مع زمايلك كلكم مع بعض؟ دخلوها. لا يعني بعد كده هم دخلوني. فبعد ما طلعت فوق كنت لسه داخلة كلاس، جت مس رشا كانت مالة تزعق، كانت مالة تزعق، فقالت لي انت تعالي، وكانت مالة تزعق، كلنا حتى اتخضينا من الطريقة اللي هي كانت بتتكلم بيها، ويعني الرياكشنز بتاعتها وان هي كانت بتتكلم كلنا كنا مستغربين. فبعد كده قالت لي تعالي تعالي احنا انا زهقت منك انت ومن مامتك واستحملنا وقاحه وكده. انا كنتش عارفه اي حاجه لان انا يعني كنتش فاهمه اي حاجه بتحصل. فقالت لي انت هتفضلي هنا واقفه طول اليوم متذنبه. فبعد كده طب قلت لها طب انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه؟ قالت لي ده ذنب اهلك اللي ما دفعوش مصاريف القسط الثالث. بعد كده خلتني واقفه شويه. بعد كده قالت لي انت روحي هاتي شنطتك، هتفضلي واقفه مع هتفضلي قاعده معايا في كده. دي مس رشا كل ده في مكتبها بقى. يعني خدت من الكلاس راحت مكتبها، مس رشا خدتك من الكلاس لمكتبها. فبعد كده بعد ما رحت المكتب قالت لي يعني انت احنا زهقنا منكم، وعادت كانت مالها تغلط يعني فيا انا وفي ماما. فكنت قلت لها طب انت طب بتغلطي ليه؟ طيب طب انا عملت ايه؟ طب انا ذنبي ايه؟ لا ده ذنب اهلك. طب انا عملت ايه؟ لا انت هتفضلي متذنبه ومش هتخشي المدرسه تاني، اعتبري نفسك مرفوض. فانا يعني كنتش عارفه اي حاجه. طيب هي طبعا مس رشا ليها حق الرد مكفول، لو هي والمدرسه نفسها ليها حق الرد، بس انا عايز اعرف الموقف ده ازاي يحصل. يعني كملي لي الموضوع كله عشان نلمه كله ونحطه. وعلي صوتك احكي بقى. وعلي صوتك بقى. انت دلوقتي في مكتب مس رشا اللي حصل متذنبه علشان احنا كنا فاكرين انك انت مش دافعه المصروفات، انك انت متاخره، طلع الموضوع مصروفات قسط الثالث. اتفضلي. فبعد كده خلتني واقفه بقالي كتير. بعد كده كانت طلعت بره، فانا قعدت شويه قبل ما تيجي عشان كنت تعبت. فبعد كده دخلت لقيتني قاعده، فقعدت تزعق لي تقول لي انت مين اللي قال لك تقعدي هنا؟ ساعتها لما كانت دخلت معاها مس ريهام. فبعد ما دخلت مس ريهام ومس رشا قعدوا يزعقوا لي احنا قلنا لكيش تقعدي وكده. فساعتها قلت لها طب انا تعبت، طيب لو انت يعني متضايقه من وجودي هنا ممكن حضرتك طيب تكلمي يعني كلمي مامي تيجي تاخدني بدل ما افضل واقفه كده متذنبه، يعني ولا يعني مش مستفاده حاجه ولا حضرتك مستفاده حاجه. راحت قالت لي. فساعتها لما كنت ابتديت اعيط وكنت يعني صوتي ابتدى يطلع من كتر كنت تعبت وكده، فجت مس ريهام كانت جت ملا تحط ايديها على بوقي، كنتش عارفه اتنفس عشان يعني عشان معليش صوتي عشان محدش من التيتشرز اللي بره يسمعني. قعدت تحط ايديها على بوقي وتكن نفسي، وكنتش عارفه اتنفس. فبعد كده كنت بحاول يعني ان انا ادافع عن نفسي عشان كنتش عارفه اتنفس، فكنت بزقها كنت يعني كنت اللي هو بزقها شويه عشان كنتش عارفه اتنفس خلاص. فبعد كده جت مس رشا وراحت زقتني وقعدت تزقني من دراعي وقعدت تضرب فيا. الاثار دي اللي على ايدك دي اثار المشكلة دي أو العراق بينك وبينها؟ دي أحب أشوفها كده أو أحطها للكاميرا. هي كانت من يوم ارفعي إيدك ارفعي إيدك ورينا إيه اللي حصل. من يوم الأربع فأثرها مش يعني مش باينة أوي. يعني دي آثار من المس لما مسكتك. يعني هي كانت بتمسكني يعني شوية. وبعدين إيه اللي حصل؟ كملي بس علي صوتك عشان الناس تسمعك. علي صوتك عشان الناس تسمعك يا بابا. فبعد كده لما قعدت تقول لي بعد كده بعتت معايا التيتشر عادوا يعني عادت تتكلم معاها يعني شويه توشش معاها. الاصابات اللي فيها دي عملت بيها تقرير طبي وعملت بيها محضر رسمي في الشرطه وفي رقبتها عملت محضر رسمي في الشرطه وتقرير طبي. تقرير طبي تكمل. علي صوتك يا ماما. كمل بس علي صوتك. بعد كده بعت كلمت تيتشر تيجي قعدت تتكلم معاها شويه على جنب. كنت يعني وانا كنت كل ده وكنت واقفه كنت بعيط، كنت يعني اللي هي كانت شكلي قدام صحابي او اللي هي بتعمله معايا كنت يعني كنت عارفه فاهمه اي سبب مقنع. فقعدت جابت مدرسه من اللي هي مدرسه قعدت تتكلم معاها على جنب. وبعد كده قالت لها بعد كده يعني بعتتني في للمكتب المكتبه بتاعه المدرسه. اول ما دخلت المكتبه كنت بعديها بشويه كنت قاعده في المكتبه اليوم كله. كنت حتى كانتش يعني كانت مس بتاعت
اللايبري المكتبه كانت مش خليني حتى ان انا اكل ولا اشرب ولا اي حاجه. تقولي لا هي مس رشا بلغت لنا كده. طب اروح التويليت حتى كانتش راضيه خليني اروح التويليت. بس ده كل اللي حصل؟ بعد كده مامي جت خدتك ولا ايه اللي حصل؟ بعد كده من كتر ما يعني كنت بقى اقول انا عايزه اروح عايزه اروح التويليت وهي كانتش راضيه تخليني اروح التويليت عملت تويليت على نفسي. بسبب منعها ليكي تروح التويليت عملت تويليت على نفسك. طيب يا حبيبتي الموضوع ده انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ انت قدام وزير التعليم وقدام رئيس الجمهوريه وقدام الراي العام وقدام بنت تم يعني اجحافها بالشكل ده. طبعا احنا عرضنا فيديو جبنا البنت طفله ما تعرفش تكذب ما تعرفش ترتب. احنا قدام جريمه ومع ذلك المدرسه ومدرسينها اللي ذكر اسمهم لهم حق الرد بس يقدروا يجوا يقعدوا قدام.